السلام عليكم خاوتي، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واش راكم خاوتي؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله يكونوا طيوركم لاباس. بدون اطالة خاوتي، الموضوع تاعنا اليوم على فوائد الذكر بالنسبة للحسون. شوفوا خاوتي، دور الذكر مهم جدا. هاكم تشوفوا في الانثى هذيك خاوتي، هاني نحيت لها العش يا اخي مورا البارح، عادي جا الصبح واليوم يحوسوا على بلاصه وين يبنيو. شو كيف يحفزها خاوتي، هاو قاعد يخير لها في البلاصه هذه. شوف هاو كان يدور لها ثم بعد صوتها، هو دخلت هي في بلاصتها، هاي دخلت في بلاصته، المالهم الفوق ولا فما اللي من تحت، هذيك هي البلاصه اللي خيرها لها. هكن هو اللي يخيرها لها، يكورو يجيها ويجيبها وتبني العش. شوف الدور تاعو هذه في الديماراجة، دور مهم. مش كيما فما المسكين، فما كي تكون ما عندهاش مال دي جابه تلقى بلاصة برك تضرب بك شهرين، به تلقى بلاصة برك. صح المال يكوراجيها ليه ليه يلقى لها بلاصة ليه ليه تدور العش. هذيك البلاصة اللي راهي مريحة فيها هذيك حابة تبني ذم، وهو اللي يخيرها لها، المال تاعها فوق منها. درك تشوفوها كيفاه تقعد الدور في البلاصه هذه، دوك تشوف كيفاه بالصوت والصوره يا خاوتي. دوك تشوف هاي الدور، ها هاي الدور، هاي شغلت قاعده تستكشف، قاعده تستكشف اسكو البلاصه هذه تصلح ما تصلحش. تخمم، تقدر تضرب، تقدر تضرب يومين وهي تخمم باه تبنيه. وقادر ما تشوفها ما تصلحش تبدل، تروح البلاصه تاعها، ترجع البلاصه تاعها الاول. هاي طلعت الفوق، شوف هاي قاعده تحوس، شوف شوف هاي ما عجبتهاش البلاصه اللي خيرها لها المال، هاي قاعده تحوس تشوف وش يخرجها وش ما يخرج. تستكشف، لازم تستكشف منها ومنها. شوف ها المال ومنها ويعس فيها. ها شوف هاي طلعت، هاي حابه تطلع الفوق بين العواد هذوك، ما صلحت لهاش. ها البلاصة هذيك خير اللي خيرها لها المال ما عجبتهاش. شوف دوك يعاود يزيد يروح يخير لها ويتستسلها، تستس هذيك لغة بيناتهم زعما أرواح يبني هنا. هاي راحت ما عجبتهاش البلاصة، درك يزيد يديها للشجرة هذيك تاع القارص وهي على بالي بها، دوك ترجع. هاو جا، هاو جا دوك، شوف هذا هو المال تاعها، على بالي بها دوك الدور 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 وترجع للشجرة تاع القارص تاعها. هذي بلاصة اللي خيرها لها ما تعجبهاش، ودرك الدور الدور ويديها لشجرة القارص. خويا كمال، كمال ناوي كمال، قلت لي ما تعودش يا خلاف مال كي تنحي العش، هاني نحيته لها مورا البارح برك، هاي الصبح تتعود. الاخرى دي جاي ديمارات، بعد هي ديمارات الاخرى دي جاي ديمارات في البطل خضرة هذيك، ها سمعني نحيت لها مع بعضها، نحيت لهم مع بعضهم في يوم واحد، ثلاثة عشوش فيهم خمسة خمسة نحيتهم في يوم واحد. الأخرى دي مرات البارح بعد نحيتولا اليوم، غدوة لقيتها تبني. هذوما أما بحرة الهم، حابين يبنيو هنا بعد يزيدو يروحو لشجرة القارص هذيك، وعلى بالي تفضلها ترجع للعش تاعها الأول. بعد زدتو هذه عندها عش، هاي يعني تضربهم متخليهمش يبنيو بعدها، هاي عندها عش هذي محظنة ما بقالهاش وتفقس. وهذه هي خاوتي العشاء، الفيديو هذا درته لكم على الدور، على المال باللي راهو عنده دور مهم. او بعدها تشوف فيها، او بعدها مركز ديرو كوراجيه. لا مش هو هذا خاطي هنا، هذا الكوب الاخر، هذا هذا ديمارات صايه، هذه كانوا عندها حتى هي خمسه، كانت بانيه لها، كانت بانيه في العش هذاك اللي كان تحت الصاشي الكحله. درك يبدلت، راح تبدلت مع الاخرى، ما يبدلوا غير بالبلايص، الاخرى بالك تزيد تجي تبني في بلاصتها هنا. المره اللي فاتت تبدلوا لي، درك هم راح يزيدوا يتبدلوا لي. المره اللي فاتت هذيك، هذه كانت بانيه في الباطه الخضراء اللي من هي، والاخرى كانت بانيه تحت الصاشي هذه، كي نحيت لهم هاي جات هذه راحت حضنها.
هاي جات الدكتورة اللي اجتاحت حظي، هاي دخلتها، ها هذاك ماشي كشكاشة. مرة يفات قلت لكم تبادلوا ليك، دركا هم كي نحيت لهم زد راح يتبادلوا بقى. الاخرى دي الديمارات هذيك اللي هذيك اللي كانت بانيه تحت الساشي الكحله هذه، راحت بنات في بلاصه الاخرى، والاخرى بالك زيد جيت تبني في بلاصه هذه، الاخرى مازال ما ديماراتش، وهذه هاي حابه تبني هنايا في الرمانه، بس على بالي دوك ما تعجبهاش البلاصه هذيك ما تبنيش فيها، بيسك محاولوا قبلها اللي فهم الاخرين وما عجبتهمش، حاولوا في نفس البلاصه هذيك وما عجبتهمش وراحوا رجعوا لبلايصهم، حتى هي دوك ترجع لبلاصتها باينه. وهذه هي خوتي، والمرة عنده دور مهم جدا، وهو اللي كوريجي لا فمال، وهو اللي يخير لها البلاصة ويعطيها واحد الكوراج به الديمار تبني. وفمال بغيت نوصيكم واحد الميساج برك، فمال كي تكون بلا مال اي صعيبة شوية، ما عندهاش حتى الكوراج به الديماري، حتى لا ديمارات، لازم تكون فماله كاركتير مليحه وتطول تبقى تخمم، مش كيما مع المال ما تخممش غير كوراجيها ديماري بعد. هاي وين كانت راح تبني يا خاوتي، هاي درت لها صاشي ثم ما خليتهاش تبني ثم، بس كون تبني ثم يفسدوهولها. الرومانه هذه قيلوا فيها كامل يحطوا فيها كامل، وبين باللي كسروهولها. ما لا واش درت، لازم خوتي المقنين لازم تدخل في مخه، ولازم تتكسر معاه راسك، لازم تفهمه، لازم كيما هو يخمم تخمم معاه انت ثاني. باه ما نخليهاش تبني هنا، يا درت لها صاشي خليتها ما دورت شويه خيوط بين الاعراف هذاك، وين راني داير الصاشي الكحله هذيك، درت لها الصاشي هذيك باه ترجع لبلاصتها، باه ترجع لبلاصتها وين شجره القرص. والحمد لله سيطرت عليها، وهكا نكون انا المسيطر. ها هاي الله يبارك، هاي وين راهي كاركة بخمس بيضات، واللي يشوف يقول الله يبارك أخوتي، هاي وين كاركة بخمس بيضات، وهم قريب يفقصوا إن شاء الله، ما باقي لهم يومين برك ويفقصوا. هاي نوضي ترى نشوف البيض تاعك، فوالا ها ما أخوتي، هام خمس بيضات وراي في العش الرابع في نفس البلاصة، هاي هام خمس بيضات. هاي لا كولير كيفاه مبدله خاوتي، يا موف خلاها باقي لهم يومين ويفقسوا. هذا العش الرابع في نفس البلاصه، الرابع حابه تديره لي هنايا، ها حابه تديره هنايا وين شتونا صاشي الكحله اللي في راس شجره الرمان هذيك، حابه تديره ثم. وشنو ما خليتهاش، خليتها دورت شويه ودرت لها صاشي هذيك في البلاصه، رجعت لبلاصتها القديمه. هنا لازم تكون هنا تدخل فيها الخبره يا خوتي، لو كان ما درت لهاش كيما هاك تبني ثم ويكسروه لها ويروح لك العش باطل، يروح لك باطل العش. هذه هي خوتي، والسلام عليكم ورحمه الله، وعاونوا القناه برك خلي تطلع القناه هذه تاعكم، تديو منها فوائد. وهاي عندي الاخرى شوف، ها بين العش هذا وهذا شو شحال، هاي عندي الاخرى محظنا هنا يا. هاي تبان الماسكروج تاع هاي طارت، هذه معوقة، هذه عندها صوابعها كل طايرين، هي أم معوقة هذيك اللي برجل وحدها، بعد أم المعوقة اللي برجل وحدها هذه فمال تاعنا تاع فوفال، مصيدة فوفال، وخدمتها مع هذاك الكبير تاعي تاع كفلاكس، وهذه تسمى أم اللي رجليها معوقة هذيك اللي برجل وحده. وهذه هي خوتي، والسلام عليكم ورحمة الله.